هذا وقد شهد الاجتماع الثامن والعشرون لوزراء الثقافة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية تكريم الباحثة الدكتورة دلال الشروقي في مجال تحقيق التراث نظرا لجهودها في مجال الثقافة الشعبية والعادات البحرينية ومساهماتها العلمية الهامة في توثيق التراث الوطني البحريني والموروث الشعبي كما تم تكريم المصور عبد الله الخان في مجال الفنون البصرية التصوير الفوتوغرافي نظير توثيقه تاريخ البحرين البصري عبر العديد من الإصدارات التي أر صرخت للحياه السياسيه والاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه في المملكه ومنطقه الخليج